حمادة، كل سنة وانت طيب يا حبيبي. السنة الجديدة خلاص قربت، تتمنى ايه بقى في السنة الجديدة؟ كل سنة وانتي طيبة يا ماما. أتمنى، أنا نفسي أطلع مغني، أنا بحب أغني أوي أوي أوي. يا حبيبي نفسك تطلع مغني؟ طب غني كده وسمعني، يمكن اروح اقدم لك في ذا فويس ولا حاجه وتشهرنا وتجيب لنا فلوس كتير. اغني؟ طب بصي بقى، بعد ما لبست لك النضاره التمام، ايه يا ست وانا ست وانا انا ايه يا ست وانا الله ست وانا انا قلبي برتو امبر صوره ملكك وانتي حوره تمري عصير الله. اهدى يا حمادة، النضارة دي جبتها منين؟ سيبك بقى من ست وانا وبتاع، جبت النضارة دي بتن النضارة بتاعتي وضايعة مني بقالها كتير، انت بتسرقني يا ولا؟ ايه ايه يا ماما بتقولي ايه؟ هو انت مش كنت لسه بتقولي لي كل سنة وانت طيب وفرحانة بيا؟ طلعتيني حرامي كده مرة واحدة. النضارة دي انا لقيتها كده ولبستها يا ستي، معرفش الناس اغدر بيك. هو انت لسه شفت غدر بتاخد النضارة بتاعتي؟ طب تعالى ورايا بقى وانا اوريك الغدر والغنى بصح. ايه يا ماما انت جبتيني في المطبخ ليه؟ انا مش جعان، مش عايز اكل دلوقتي. لا يا حبيبي انت مش هتغني، بس استنى كده لما البس النضارة بتاعتي عشان كانت وحشاني. انت بقى هتقعد تغسل لي المواعين اللي في المطبخ وهتغني كمان، وريني كده بقى هتغني تقول ايه وانت بتغسل المواعين. مواعين؟ بعد ما كنا بنقول كل سنة واحنا طيبين اغني ولا والله يا زمن لا بايدينا زرعنا الشوك ولا روينا يا اغسل يا حمادة اغسل وغني براحتك، عبال ما اعمل التليفون ده واجيلك عشان تبقى تاخد نضارتي كويس. ودي اخرة اللي ياخد حاجة امه من وراها.